حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم لا نسألك رب القضاء ولكن نسألك المغفرة يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني عم نشوف دموع والد متأثر على أولاده اللي هربوا من منزلهم المتصدع بسبب الزلزال فاحترقت خيامهم في المأوى المؤقت. 7 حالات حروق بين خطيرة وحرجة وصلت إلى مشفى الرحمة، وهناك مناشدات لإدخال الأطفال أو 3 أطفال مصابين بجروح أو بحروق خطيرة إلى تركيا. هذا اللي رح نعرفه اليوم بأوريانت بودكاست. أوريانت بودكاست، نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معا. عن الوضع الصحي للمصابين بالحروق في المأوى المؤقت رح ينضم لنا مباشرة الدكتور أحمد غندور وهو مدير مشفى الرحمة. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية دكتور. 7 حالات تم إسعافها لمشفى الرحمة مبارح بالليل، لكن هناك حالات يعني جميعها خطيرة، لكن هناك حالات تحتاج إلى تدخل سريع. البارحة حوالي الساعة 10 ليلا وردت 7 حالات، هن أطفال ومعهم، هن من الناجين من الزلزال، لجأوا إلى مركز الإيواء في مخيم الأمل نتيجة تعرضهم لحروق نتيجة احتراق الخيمة تبعهم. الحالات، في 4 حالات كانت حروقهم تعتبر من الحروق الكبيرة بين 30 للأربعين، وفي كانت 3 حالات حروق كانت هي من الحالات الحرجة وصراحة هي مهددة للحياة، وهن هلأ حاليا على جهاز التنفس الاصطناعي. تجاوزت مساحة الحرق 50%، والحروق تشمل الوجه والجهاز التنفسي والصدر والأطراف. الصراحة هن بحاجة إلى مراكز للحروق متقدمة، وللأسف هذا غير متوقع في الشمال السوري. للأسف. بحاجة إلى أدوية نوعية، بحاجة إلى عمليات، بحاجة إلى أخصائيين في المعالجة للحروق، بحاجة، وكل هذا الشيء للأسف غير متوقع. هذه الحالات هي لأطفال أعمارهم تتراوح بين وبين؟ الأطفال أعمارهم عم تتراوح بين 3 سنوات إلى 8 سنوات. إذن في محاولات يبدو لإدخالهم للجانب التركي، ونحن بنعرف قدي صعب يعني مع وضع الزلزال، يعني ما بعرف إذا عندكم حاليا. أجد الموافقة من الجانب التركي على نقل هذه الحالات، وحاليا يتم تحضيرهم وتجهيزهم لأجل إرسالهم في سيارات الإسعاف. سيارات الإسعاف هي عم تنتظر الحالات لنقلهم نقلهم إلى الجانب التركي. فينا نقول إنه بالوقت المناسب ولا تأخرنا دكتور على إدخالهم للجانب التركي؟ والله هو بكل الأحوال يعني ما فينا نقول نقلهم بالوقت المناسب. نعم في الوقت المناسب، لأنه هذه التداخلات الجراحية والتداخلات اللي رح يحتاجوها هي رح تكون في خلال الأيام القادمة، يعني القليلة، يمكن بكرة أو بعد ممكن يحتاجوا إلى إجراء عمليات من أجل تنظير هذه الجروح ووضع طعوم جلدية، وأيضاً إن بحاجة إلى أدوية نوعية، وهذه الأدوية صراحة غالية الثمن وغير متوفر. الأخصائيين، لأنه يعني الحروق للأسف إنه حروق شديدة، ويعني فيما إن شاء الله صلى الله عز وجل إنه يكتب لهم شفاء ويعودوا لأهاليهم، ولكن هي راح تترك آثار في الوجه، وكون إنه تشمل هذه الحروق الوجه والصدر وجهاز التنفسي. يعني نتمنى لهم الشفاء العاجل، وإن شاء الله بيكون شفاءهم بأقل الأضرار. ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء تاني دكتور أحمد قبل ما أختم مع حضرتك. نحن بنشكر كل يعني من سأل عن هؤلاء الأطفال، خاصة أنه وكل من ساعد في نقلهم وتأمين ودخولهم إلى تركيا، ونشكر أيضا الجانب التركي لإستعداد لاستقبال هذه الحالات، برغم أنه الوضع في تركيا نعرف أنه الوضع الطبي بسبب أزمة الزلزال صحيح كثير. وأكيد نحن كمان بدورنا بنشكركم وبنشكر جهودكم يعني على
إسعاف الجرحى، وأكيد ما قصرتوا الدكتور أحمد غندور وأنت مدير مشفى الرحمة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية.